فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله رب العالمين. اللهم آجرني على مسلمتي واخلف علي أفضل منها كان له من الأجر مثل ما كان عند أول صدمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا وصلى الله على الباكين على الحسين المتقاطرة دموعهم بوجناتهم يحدوها الأنين. ألا وصلى الله على الجازعين على الحسين البائنة على شفوصهم ندوب المصاب الحزين. ألا وصلى الله على السائرين في ركب الحسين شهداء العقيدة والولاء وشهداء الأربعين. في رحاب المخلدين بإكسير الخدمة والشهادة الحسينية على أعتاب ذكرى وجه إيماني من وجوه قرية المصلى نجتمع هذه الليلة بعناوين من حزن وأسى وشموخ في ذكرى تأويل الأخ والوالد العزيز الحاج محمد علي حبيب متروك أبا حسن، مستذكرين حقه علينا وناهين من عطاء خدمته الحسينية وعمله الصالح المترجم في أبعاد حياته الكبرى ولقطات عمره القصير، ومقدمين واجب التعازي إلى أهل ومحبيه. سطور الحزن في بادي الأمر أستلهمها من كلمات أقرب المقربين له، كلمة أهل الفقيد وذويه يلقيها بالنيابة عنه الأخ العزيز ياسر الصفار. سبق استهلاله بالصلاة على محمد وآل محمد. والذي لا تفارق ابتسامته وجهه مع جميع الناس في عمله وفي بلده وفي أسفاره. إلى جانب آخر كان له إسهامات في المسجد مساجد والمآتي من حيث الحضور والمشاركة والمساهمة مادياً والمساهمة أيضاً في إصلاح أي عقل كهربائي وبدون أي مقابل، وله إسهامات أيضاً في تقديم يد العون والمساعدة في جمعية المصلى الخيرية ومساعدة المحتاجين. وعرف أيضاً عن المرحوم كثرة سفره لحج بيت الله الحرام،
وزيارة المراقب المقدسة، ولقد وفق الله في هذه السنة بأداء مناسك العمرة وزيارة النبي الأكرم وزيارة الزهراء سلام الله عليها وزيارة أئمة البقيع عليهم السلام وزيارة الإمام الرضا ضامن الجنان. وختم عمره بزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام روحي له الفداء، حيث وافته المنية واستشهد بعد الانتهاء من زيارة الأربعين، وهنيئا له ولمن استشهد مع الحسين عليه السلام أو في سبيل زيارة الإمام الحسين. يقول الإمام الصالح عليه السلام: زوروا الحسين ولو كل سنة، إن الله وكل بقبر الحسين عليه السلام 4000 ملك كلهم يبكونه ويشيعونه من زاره إلى أهله، فإن مرض عالوه وإن مات شهدوا جنازته بالاستغفار له والترحم عليه. كتاب كان بزيارات صفحة 86. وعن الإمام الصادق عليه السلام: فإذا انقلبت عن قبر من عند قبر الحسين عليه السلام نادى مناد، لو سمعت مقالته لأقمت عمرك عند قبر الحسين عليه السلام، إلى أن قال: فإذا توفي شهدوا جنازته وكفنه وغسله والصلاة عليه، ويقولون: ربنا وكلتنا ببار عبدك وقد توفي فأين نذهب؟ فيناديهم: يا ملائكتي قفوا بقبر عبدي فسبحوا وقدسوا واكتبوا ذلك في حسناته إلى يوم القيامة. كتاب كامل الزيارات صفحة 205-208. رحمك الله يا أبا حسن رحمة الأبرار، هنيئا لك الشهادة، وحشرك الله مع الحسين وأنصار الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصل يا ربي على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رزقهم الله جميعا السلوان على هذا المصاب. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشا اطرحت منا ومن عين. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشا اطرحت منا ومن عين. ما لي وللبين، ما لي وللبين لا أهلا بطلعته، كم فرق البين قدمين بين إلفين، كم فرق البين قدما بين إلفين. عزيزنا أبا حسن وجوه عديدة حاضرة ها هنا في محضر تأبينك، هذه الوجوه هي ذاتها التي كانت تألف شخصك، هي ذاتها الوجوه التي كانت تألف شخصك بينها، والتي طالما كانت تراك حاضرا معها، وهي مثلها النفوس المتوقعة بلوعة فقدك المرير،
الذي غيره الأجل، إذ غبت إلى حيث لا عودة إلا المعاد. عزيزنا أبا حسن، قليل هو هذا المحفل، متصاغر في قلته، ومتسام أنت في عروجك للباري بجنته. وأقل القليل من واجبنا أن نلتقي بصرح متشرف باسم مولانا الحسين عليه السلام، فنحيي فيه ذكراك، ونهدي لقبرك ذكرا من كتاب الله المبين، ونورا من نور ذكر الحسين عليه السلام، على أننا من المتأملين المتيقنين أن أمثالك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف لا، وهذا كتاب الله مصرحا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأهل الذكر هم الأولى بتوضيح هذا الأجر الإلهي العظيم. على لسان صادق العترة عليه السلام حين سأله هشام بن سالم: فما لمن مات في سفره إليه، أي سفره إلى الحسين عليه السلام، فقال صلوات الله وسلامه عليه: تشيعه الملائكة، تأتيه بالحنوت والكسوة من الجنة، وتصلي عليه إذا كفن، وتكفنه فوق أكفانه، وتفرش له الريحان تحته، وتدفع الأرض حتى تصير من بين يديه مسيرة 3 أميال، ومن خلفه مثل ذلك، وعند رأسه مثل ذلك، وعند رجليه مثل ذلك، ويفتح له باب من الجنة إلى قبره، ويدخل عليه روحها وريحانها حتى تقوم الساعة. فهنيئا لك هذه الحظوة والمنزلة، إذ كان لك الحسين وجيها والصادق ضامنا. نبقى الآن مع واحد الشعر الوفائي سيد الشهداء والتأبينين لخدمته، مع شعر من إبقاء الشاعر في الهلال قبيل بدئه: نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أصنك بعد ما عدد شلون ولدك مات، أصنك بعد ما عدد شلون ولدك مات،
شلون والدك مات؟ وانت اللي في كربلاء صيحة بحسن حيها فيها. غصنك بعد ما تقرأ شلون والدك مات؟ وانت اللي في كربلاء صيحة بحسن حيها. ما قلت من سفرتك للديرة ما مدعون شلون عن موطن انت محل على الاسفل. ما قلت من سفرتك الديرة ما بتقولك وشلون عن مفهومك ترحل بعد الإسكان. هزيت قلب الوحيد وصار الفكر عبورة. هزيت قلب الوحيد وصار الفكر عبورة. محتار صح الخبر ولا الخبر حبار. ظليت في غرفتي في زحمة أشحاب من هو الحكم الألم أجل دمع حريات. ظليت في غرفتي من زحمة أشحاب من هو الحكم الألم أجل دمع حريات. حسيت في داخلي من صدمتي مهجور اللب فيني والمكسورة الولد. حسيت في داخلي من صدمتي مهزوم والقلب فيني يمن ومكسورة الرناء. محتار وين اهتدي وقلبي اشتعل بالنار. مرغوم قلبي بصوت قلبي العبر. خليت ديرة هلك يا محمد بحيرة. خليت ديرة هلك يا محمد بحيرة. عميت في العزل والقلب واللوحة. شلون اجيب المحل انت ما هو موجود. شلون اجيب المحل وانت ما هو موجود. منهم مثل قلتك ينظر لي بالاسماء. منهم مثل قلتك ياخذني بالطيبة حلو الطبايح راح يخلف انا الدمعة. شلون اجيب المحل وانت ما هو موجود. من هو مثل قلتك ينظر لي بالبسمات. من هو مثل قلتك ياخذني الغفير حلو الطبايع وحلو خلف من الدمع. امك في غربة سفر واحساسها وياك يا محمد. يا محمد امك في غربة سفر احساسها وياك. اها كيف اشتكر وتزيد بالاها. امك في غربة سفر احساسها وياك. اها كيف اشتكر لتزيد الاها. في قلب امك بعد يا محمد ايش صبر. في قلب امك بعد يا محمد ايش سوي بعد التعب والرضا. تتركها بالحسرات لا تذبح امك ترى طبعا هجرك. هيهات تنسى الولد امك بعد هيهات. امك في غربة سفر يا محمد ايش سوي. امك في غربة سفر واحساسها وياك. اهات فيها اشتكر لتزيد الاهات. في قلب امك بعد يا محمد ايش سوي بعد التعب والرضا. تتركها بالحسره لا تذبح امك ترى طبعا هجر كاس. هيهات تنسى الولد امك بعد. تتذكر من الربا ذاك السهر والتعب اللحظة فيها تعيش كم عافة الراحة. يوم الخبر مثل السهم أو جبهة السكين. خبر الألم ما يحتمل لله في هذا. من وين أبدي قصته؟ والله صعب من وين. هذا المقدر منقدر ولله في الأسماء. من وين أبدي قصته؟ والله صعب من وين. هذا المقدر وانكتب ولله في حسباب.
واليوم سيف الوقت مرنا بدون شعور. 40 مرة احنا لا نشعر ولا نحس بهذه السرعه الزرقاء. واليوم سيف الوقت مرنا بدون شعور. الايام صارت تنقضي تسبقنا الساعه. الصحبه تترد وبعد بس انت ما رديت. الصحبه تترد وبعد بس انت ما رديت. واصبح مكانك حلو في حنين النظرات. يا محمد يا ابو حسن الصحبه تترد وبعد بس انت ما رديت. واصبح مكانك حلو وتتعبني النظرات. ودي اسايدهم بعد اسخايف من الآه. وين اخوكم يا برابر فضل؟ ودي اسايدهم بعد اسخايف من الآه. وين اخوكم يا برابر لو تعجز الكلمات؟ شلون في غربة سفر حفظون اخوكم ليش؟ شلون برديتوا بعد عنا بلا حسرات؟ شلون في غربة سفر حفظون اخوكم ليش؟ وشلون رديتوا بعد عنا بلا حسرات؟ جبتوا قميصة للوطن او شنطة اسفار. خلاص هذه سفر دقيقة اخر السفر. جبتوا قميصة للوطن او شنطة اسفار. خلاص هذه سفرته في آخر السفران. أمه أبوه أخويته حزن وعويل الليل. في الليل ما يوم جفن ليهم ولي حسرات. أمه أبوه أخويته حزن وعويل الليل. في الليل ما يوم جفن ليهم ولي حسرات. والله يا ابو محمد ترى هذا الولد غار. فقد الولد كسر الظهر من يكبر الكسرات. اسرح وهيم وافتكر في رحلتك هذه. وكل ما انام بصورتك اذرف لك الدمعة. يما بعد راح الولد ما ظنت يجيبه. يما بعد راح الولد وما ظنيت بيه. مات الولد يوم الولد قالت ابد ما مات. يمه بعد راح الولد وما ظنيت بيه. مات الولد يوم الولد قالت ابد ما مات. دايم يعيش بداخلي واسمع صدى صوت. دايم يعيش بداخلي يبني الولد ما مات. دائما يعيش الداخل صعب الوداع وتالي ليس معاه. جالس افكر ما حصل باختياره. صعب الوداع وتالي الليل سهران. جالس افكر ما حصل باختياره. مسح عنواني وخليت عنوان ودي افسرها لعشب الزياره. صعب الوداع وتالي الليل سهران. جالس افكر ما حصل باختياره. مسح عنوان وخليت عنوان ودي افسرها لعشب الزياره. تدري علينا كيف هذا الحدث كان زلزال خلانا من نحب غزاره. زلزال كنا ناكل الجرد والطوفان. خلى محبينك تعيش بمرارة. تعرف إذا تبقى من الناس إنسان بعض البشر فقدة خسارة. خسارة لو لا اعتقد ما ظهر أي نيشان ولا بتفرق الشرد أي إشارة. تعرف إذا تبقى من الناس إنسان بعض البشر فقدة خسارة. خسارة لو داعي تبطن ما ظهر أي نيشان ولا بتفرق الشرط أي إشارة. فجأة الروح تحرق قلوب الأخوان وتشيب نار ما لها أي شرط. فجأة الروح تحرق قلوب الأخوان
وتشب نار ما لها اي شرار وتصير دمعات على الخد بدران وتصير من فيئه رحيل العيار. سبحان ربي خالق الكون سبحان كل شيء جعله بين خلقه مسار. سبحان ربي خالق الكون سبحان كل شيء جعله بين خلقه مسار. اتمنك مثل عابس للحسين والهان حب الحسين جنني يا ميار. سبحان ربي خالق الكون سبحان كل شيء جعله بين خلقه مسارة كأنك مثل عابس يا حسين والهان حب الحسين جنني يا عيار. حنات الشهادة المرحيلة والإحسان وهذه منازل العاشقين الزيارة. هذه منازل العاشقين الزيارة آخر ستة أبيات هذول يوم حية أهل ديرتك يا محمد قبل حيّبت أهل ديرتك يا محمد بفضله خلى الحزن بصمته نفوس أهاليها. حيّبت أهل ديرتك يا محمد بفضله خلى الحزن بصمته نفوس أهاليها. الكل في ديرتك يا محمد يود التالي على غفلة تنجو تخليها. حيّبت أهل ديرتك يا محمد بفضله خلى الحزن بصمته بنفوس حاليها. الكل في ديرتك يا محمد يودك وتالي على غفلة تمضي وتخليها. خبرني يا صاحبي من هدك القلب قلت السعادة مثل ما كنت ضاقيها. خبرني يا صاحبي من هدك القلب قلت السعادة مثل ما كنت باقيها وقسمت بعد ما ذبل وشدبت الأحمر. وانت الذي بالحسن والطيب ساريها وصل لقاف الورد من شكرك وحمدك. وصل لقاف الورد من شكرك وحمدك والروح في المصطفى وصلت لصاريها. الحين تومي فهمت واشرف احمد الحين تومي فهمت واشرف احمد نلت المعارف شرف والوقت يطويها. نلت المعارف شرف والوقت يطويها. رحمة الله ونفعنا سورة الفاتحة لروحه اسمها الصلوات على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسك أخينا الشاعر محمد الفلاني على هذه الأبيات الرائعة وسدد الله قلمك بالموفقية في طريق خدمة أهل البيت عليهم السلام. عزيزنا الله حسن سموم ورفعة قد ملتها إذ تتبعت خطواتها بادئا بنفسك التي بين جنبي تربيها على الخلق الرفيع والعمل الصالح فيشهد بذلك وتشهد بذلك كل هذه القلوب الحزينة التي كانت في لحظات من لحظات هذا الزمان على مرتبة منك وعلى طول مسير حياتك كان هذا هو نهجك الحثيث وسيرتك الرافلة بمعاني الصلاة لتأتي مقتفياً مسير الرحيل وبدايته حين ودعت أهلك لمغادرتك المعتاد لزيارة الأربعين إلى رحلة العروج الملكوتية الأخيرة من حيث باب الله وباب مدينة رسوله أمير المؤمنين و
وابنه الشهيد الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكان صوت الرحيل فكأنما كان صوت الرحيل يرن صداه في مسمعك، أرى عمري مؤذناً بالذهاب، تمر لياليه مر السحاب، وتفجرني بيض أيامه، فتسلخ مني سواد الشباب، حتى أتممت مناسك الزيارة، وانصرفت عائداً لا عن ملاله، بل متأملاً بالجوار العظيم. وحانت الساعات الأخيرة، إذ كأنه قد تمثل في قلبك نداء الحسين عليه السلام مخاطبا أصحابه: ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وكأنك في حينها اخترت بطمأنينة العروج إلى ديار الله العامرة بجوار الأمير، فجاءك النداء الأخير ولبيته، واصلا رحم العترة الطاهرة متمثلا دعبلا في معناه: أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. نعم، هجرت هذا الواد وترجلت سريعا عن ظهر الجواد لتلحق بأهل العصمة والرشاد، مفتخرا يوم التناد أنك شهيد درب الحسين على رؤوس كل الأشهاد. نبقى الآن مع عرض مصور يحاكي لقطات من حياة الفقير. طيبوا مجلسكم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد.
عليا عليه السلام إمامك ووليك، وفاطمة الزهراء عليها السلام سيدتك ومولاتك، والحسن بن علي عليه السلام إمامك وفاطمة. اسمع الحسين.